وصيتي ليش تركتوها؟ وصيتي يالخالفتوها؟ يوم الحشر لو صار يسألهم المختار، وصيتي ليش تركتوها؟ وصيتي ليش تركتوها؟ وصيتي يالخالفتوها؟ وصيتي وصيتي خالفتوها؟ يوم الحشر لو صار يسألهم المختار، وصيتي ليش تركتوها؟ وصيتي 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 ليش تركتوها؟ وصيتي الطائفة الثانية، الأحاديث القائلة باثني عشر مهديا. الطائفة الثانية تقول أن الحج يموت سلام الله عليه، وبعده يأتي أولاده يحكمون الأرض بالعدل والقسط، وهم مهديون يسمون بالمهديون. ما ليست كلها تعين عددها، لكن قسم منها معين العدد وهي 12 مهدي، هكذا قسم منها ايش. اذكر رواية واحدة، ايام روايات كثيرة عديدة، اذكر رواية واحدة اخذتها، هذه الرواية هم عندكم مصدر اذا تريدون، أخذتها من غيبة الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة حديث 121 صفحة 150 إلى 151 بحسب طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية، بحسب الطبعة. بسند له عن أمير المؤمنين عليه السلام قال، هم الرواية مفصلة أنا ذاكر محل الشاهد لا أكثر. بسند له عن أمير المؤمنين عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته، رسول الله في الليلة التي صباحا توفي، قال لعلي يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودوات، جيب لك صحيفة ودوات أقول لك هالشيء إني اكتب. فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصياته وصاياه، أمر رسول الله أن يكتب علي وصاياه إلى أن قال آخر شيء، قال يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا. هذول المهديين مو أئمة ولكنهم أولاد الإمام، مهديون مهتدون ويهدون الناس ويحكمون بالحق. فأنت يا علي أول 12 إماما. ورواية مفصلة أنا حادثة يذكر أسماء الأئمة واحدا بعد واحد من علي إلى الحجة عجل الله فرجه. فقال رسول الله فذلك 12 إماما ثم يكون من بعده 12 مهديا. هذه الطائفة الثانية طبعا الهدوء المهديون هم حجة حجة الله، لكنه ليس على مستوى إمام معصوم، إنما على مستوى حجة مكتوبية. وأنا لا أرى تعارضا بين الطوائف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي
عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.